مشاهدين ومتابعين قناة الولاء الفضائية وبرنامج ساعة حرة، تحية طيبة لكم أينما كنتم. احنا اليوم متواجدين في منطقة حي طارق للاطلاع على هموم ومشاكل المواطنين. نلتقي مع أحد وجهاء المنطقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. نشكركم على هاي الجية. نعم. احنا منطقة منكوبة. نعم. لا مدارس، لا مي، مينا يجي بريحة، عطالة، بطالة. بالنسبة لهاي الشباب كلها قاعدة، قامت كلها سافر وعلى طريق تركيا مدري وين، وكلها غرقت. شي تغرق، شي تعبر، شي تريد شغل، ماكو ناس تعبانين. عندنا شهداء، احنا اول منطقه او ثاني منطقه يمكن بالعراق احنا المضحين. اذا اسالك ليش انتم بالتضحيه، انتم من المناطق الاولى، ليش بالخدمات انتم اخر المناطق؟ عطاله بطاله، عندنا رواتب ماكو، كهرباء ماكو، هسه مسوي لنا الخصخصه. انت ذا ما منطينا راتب ولا موفر لي شغل، انا الخصخصه منين اعطيك راتب فلوس مال الكهرباء؟ المي ماكو، مي اصلا احنا عندنا خايس قاعد يجينا. الوطنية ماكو، حرام ماكو، تجينا يمكن ساعتين بالنهار وطفت. والمولد هذه شغله ياخذ، تعرف انت بيش الانبير 9000 و8000 واحنا ضالين على السحب. ابقى انا حجي، خلينا نسمع راي المختار ونرجع لك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عرفني باسم حضرتك. ابو حيدر الهليتشي، مختار المنطقه. نعم. تعاني هذه المنطقه من ثلاث شغلات رئيسيه. ثلاث مشاكل رئيسيه بالمنطقه. بس ثلاث مشاكل عندكم؟ الرئيسيه هسه ما نريد نتفرع بهن. نعم. الرئيسيه اولا المنطقه تابعه لمنطقه الاورفلي. نعم. ولحد هذه الساعه لم يتم افرازها. نعم. اداريا. اداريا. نعم. شغله الافراز نعاني من عندها معاناه، يعني احنا محرومين من الصندوق العقاري. نعم. صندوق الاسكان. نعم. ايه. نعم. هذه وحده من المشاكل. يعني كل 900 بسند واحد. نعم. ما مفروزة اسوة بالأورفي. احنا اليوم نحكي على الخدمات. الخدمات بالنسبة احنا عندنا شبكتين بحي طارق كهرباء. نعم. واثنينهن تقريبا واقفات. احنا اليوم اذا نوه للمشاهد الكريم، اذا احنا بالعاصمة بغداد ببلد يمتلك ثاني اكبر احتياطي بالشرق الاوسط، وابناء يدامون بمدارس كرفانات، يعني كرفانات. نعم. كرفانات. وشوف هاي الزبالة، وشوف هاي الانقاض. زين. وكل احد يصدق تبني العاصمة؟ خلي يجون ويشوفون. كل صف ب 80 و70 طفل وبالقاع قاعدين. ومو صف، كرفان. كرفان. نعم. كرفان. كرفان. اكو مدرسه هاي بس انا مدرسه بالنسبه للكرفانات تعبانه. يا رجال حارس امام الكاميرا، رجال حارس بهن. نعم. هسه واقف عليهم حارس من الجهال، هوسه ومكسرات تعبانات جابوهم فد مره. نعم. زين. نعم الله عليك. هذا مقاعد ماكو؟ ها؟ كل شيء ما بهن. هسه عندك هذا الباب سديناه ب 40000، كفيلك الله. انا حارس عرفني المختار، هسه سديناه ب 40000 على حسابنا. هسا نطالب التربية، من خلال التربية هنا يبنون لنا باب، بس يخلونا من الجهال فتحوه وخلوه علينا. وهاي الزبايل والطقاقات قبل شوية، هسا قاعد العفو طقاقة قبل جو راسي جو رجلي طقت، كفيلك علي ذا بيا الجهال قمزت عبالي انفلاق والله العظيم هسا قبل شوية. زين. نشكر قناة العهد. الولاء. 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 العفو. الولاء. الولاء. زين. انتم يعني وجهاء المنطقة ما راحوا مديرية التربية تعبدونا مدرسة هنا حتى لو هاي الهياكل الحديديه المنطقه كنا احنا. بالنسبه اولا اعرف نفسي، انا الشيخ اياد عبد فهد غضبان اللامي من بليلام. حقيقه احنا عندنا هواي مشاكل يعني بالمنطقه، بس اكثر مشاكلنا، اكثر المشاكل مالتنا نحكي مثلا على المدارس. بالنسبه للمدارس يعني اطفالنا عمره تقريبا ما يتجاوز هو 7 سنوات، لازم وين يعبر عبور الشده. فبعد معاناه وجهد وكل المنطقه يعني تحركنا على التربيه، حقيقة قلة يعني المسؤول ما حد يزورنا، إن هاي المناطق ما حد يزورنا. والله ما أعرف، يعني إحنا أكثر الناس مضحين. مو من ضمن الخريطة، مو عراقيين أنتم؟ لا عراقيين وصلاء، وإحنا أول الناس المضحين. هسه لو تجي تجمع كل دربونا تشوفهم تقرأ أنتم هم بهاي كاميرا. أنا إجيت وشوف الصور الشهداء، ماكو زقاق إذا ما بيصور شيء. أنتم توصلون صوتنا، إحنا ماكو بعد غيرنا، ماكو عندنا غير الصحافة يعني توصل صوتنا. أما المسؤولين ما حد يوصلنا حقيقة. هسه من تجي تسأل مثلا أبو التربية، إن شاء الله يسمع صوتنا، إحنا نطالب أبو التربية. التربية. أنا أريد أسألك على عدد نفوسكم. عدد نفوسنا والله تقريبا بال20000 يعني. 55000. بس احنا هاي 55. المنطقة المحصورة 573 الرسمية. نعم. 55000 إلى 60. 55000. عندكم مستشفى. مركز صحي واحد. مركز صحي مو مستشفى. ب 12. نعم. يغلق.
ب 12 الظهر. ب 12 الظهر زين. الحالات الطارئه شلون؟ الحالات الطارئه انت والله بعد بعد للمدينه مستشفى الشهيد الصدر. ما نعرف هذه المسافه. يموت بالطريق يوصل للمستشفى مال الشهيد ما نعرف. زين اكو حالات طارئه صارت عندكم؟ والله حالات وحالات كثيره، حالات ولاده وحالات دهن سيارات وحالات صرع عندنا وحالات اصاب حيه تلتغى، يعني صعوبه الوصول للمستشفى. زين انتم ما ناشدتوا التربيه مديريه تربيه مدينه الصدر؟ لقاءات جرينا معاهم عده لقاءات. النتيجه شنو؟ النتيجه لحد الان اللي يشوفها قدامك، هذه الارض ماخذتها التربيه اشترتها وباسعار يعني عاليه. ولحد الان هاي الدونمين ونص باقيه فارقه. نريد نفك الاختناق اللي بهاي المدرسه، كل صف ب 110. مو صف هو كرفان. احكي لك على هذه، جبنا الكرفانات على اساس تفتح تفتح الاختناق البيها. زين ليش مو بناء؟ ليش كرفانات؟ يقول لك ما 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 متوفره. يقول ماكو فلوس. من يقول؟ والله غير الحكومه تقول احنا وياهم. يقول ما عندنا فلوس نبني لكم مدارس، واحنا بالنسبه لهاي المنطقه يعني هاي يسمونها حي طارق. يعني هي الازمه بس عليكم؟ والله ما اعرف ما اعرف. هسه ذيك المناطق مدارس، ذيك المناطق كلها مدارس ومستشفيات ومراكز. استاذ احنا هسه نقول احنا هاي الفتره ما عندنا فلوس. نعم. احنا نطالب القبل من المسؤولين. نعم. من كانت يعني من كانت الفلوس موجوده. نعم. هسه كل الحجج الموجوده فلوس ماكو، فلوس ماكو. زين وقبل من كانت الفلوس الموجوده شنو اللي قدمتوا للمنطقه؟ يعني من كانت ولا مدرسه، هاي بس هاي المدرسه وهاي الكرفالات اللي نطالب بها هسه احنا، هسه على تعبانين وكل هاي الضجه، وانتم بجهودكم يعني رجاء انتم توصلون صوتنا. هذا واجبنا. الناس المظلومه ماكو غير الصحافه توصل صوتهم، صوتنا ما توصل. اي مسؤول هسه راح يسمعون هذا صوتنا ولا يسمعون صوتنا ولا واحد يوصلنا. عندنا مشاكل هسه شوف لو ترجع المدخل الحي طارق، انتم لازم توصلون الصوره للناس للمسؤولين يشوفونه للامانه. يعني حقيقه من تجي تدخل تلقى اللوريات كلها موجوده. هسه اذا نفد مدخل يعني خاطر نعرف عنا مدينه قرية، حتى بالقرية، القرية منظمة بكل العالم هسه بالعرب، من نروح قبل الفترة كنا موجودين منظمة، لو تدخل باب ال كأنما مو مدينة، يعني حتى تتعجب يعني انت شلون عايش، اللي يجي غريب هذا. ماكو منا مسؤول سياسي؟ انا اسأل الكهرباء، كهرباء عندنا موجودة شبكة كاملة، تقريبا 85% والمختار يعرف، يعني مجرد بس كيبل يشد للبيت توصلنا الكهرباء، شنو التأخير؟ هم ما عندنا فلوس، هاي الحجة الموجودة. زين فلوسنا وين قبل؟ انت شايف لك مشروع يشتغل ويروح يعوفونا بالنص؟ هسه احنا كنا هم العالم كله مشتغله هذه، وهاي العالم كلها طبقه فقيره مشتغله بالعمال، ماكو شيء ينجز عن النص ويعوفونا بالنص، زين والنص الباقي وين راح هذاك؟ هاي اسالك سؤال، 14 عام من سقوط الصنم، شنو قدمت الحكومات المتعاقبه لحي طارق؟ والله قدمت هاي الجهه تشوفون انتم، قدمت الكاميرا مالتكم، خلي يشوفون هذا قدمته، وهاي الكرفانات هسه نطالب بهم، هم يعتبرون اسعاف فضل علينا يسووا لنا هاي الكرفانات. يعني يعتبرونه هم. احنا نقول لهم ما عندك حصه من النفط؟ مو ابن البلد؟ الناس فقراء مقتنعين بكل شيء، مقتنعين شيء يقدمون لنا يقول شكرا. مقتنعين قابلين بشيء قليل قابلين به، ما نطلب اكثر من طاقتنا، وذا نكلفه من الحكومه ونقول كذا وكذا. هسه كرفانات لو تشوف، انا ارجو منكم تشوفون الطلاب، خلي يشوفونهم. ترى ذاك اليوم صوروا، انا عندي من هنا معلم قال لا تصور، يقول لا تصور لا تصورون. زين تعرف شلون يريدون من الطالب يشتهد؟ 120 طالب، انت ارجوكم رجاء تروحون هسه اي طالب تطبون هنا وتشوفوا صف ايش قد العدد مال الطالب. اسالك سؤال زين، ليش انا ما يكون عندي هنا من ذول طلابي من ذول هاي من مدرستي؟ اذكياء موجودين، عقول موجودة، بس العقول جاي من يدمرها؟ هم يدمرونها. عقول عندنا موجودة بس ما يعطونا المجال، ما يعطونا المجال. طبعا انا باكر عقبه ما عندي عقول، ما عندي من منطقتي موجود، ما عندي مسؤول خاطر يدافع لي، شلون راح يصير انا اذا ما هذول الطلاب هم ذول المستقبل مالي، هم مستقبلي. ورغم هذا يريدون الطالب يجتهد ويحاسبوا على الحضور ويحاسبوا على الدرجات ويحاسبوا على الغياب وعلى كل شيء. نعم هو بالنسبه احنا شنو من اللي يريده؟ يريد هسه اقل شيء هاي مدارس موجوده. يا اخي اسوي لكم حمله هسه تبرعات، مو تقول ايتام، عم يعتبرون ايتام احنا هم ناس، هاي الناس هاي تعبانه ايتام. تبرعات لحاشد تبرعوا لهنا هم يعني؟ نعم هسه اهم شيء التعليم بالعالم كله، اهم شيء التعليم. نعم. احنا التعليم مالنا متدمر، هاي اطفالنا هسه شو بهذا كلهم اشوف هذا، هسه احتمال هذا فد عنده فد عقل، بس هنا من يجي ينقتل، ابداع ماله بعد ما عنده ابداع. نسمع اراء الاخوه الباقين، السلام عليكم، تعال تفضل اخويا، بس دقيقه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله المدرسه احنا بالقديم.
زين انتم بس عفوا انتم معاناتكم بس المدرسه ماكم غير معانات الكهرباء كهرباء عندنا كهرباء موجوده كهرباء ماكو نهائيا ماكو والله انا بالقديم ما تجينا كهرباء صار 10 ايام 10 ايام بالحسين ما تفضل اخوي 10 ايام 10 ايام اي والله 10 ايام ماكو شنو السبب جتنا ذاعات هواي وحكينا ماكو اي زين 10 ايام شنو يعني اكو فد قطع اكو خلل عطل يقولون خلل منك ما تتحمل كهرباء ما تحمل اي والله ما تحمل من الرئيس ما تحمل خابرهم ابو المولد قدامنا وشغلوا الكهرباء تاتا انطوها يومين يمكن انطوها يومين الكهرباء وبعدين زين المناطق المجاوره عندهم كهرباء مجاور هاي الوسط كله ما بيه هو حيطار نعم نفس المغذيات هذه المنطقه اللي ورا السد نفس المغذيات نفس المغذيات تروح للحجه مالته يقول لك المغذي ما يتحمل وينزل اريد اسال الشيخ تعال تفضل عمو هنا تعتقد انه هذا انقطاع الكهرباء لربما يكون متعمد هو لاجباركم على موضوع الخصخصه نعم يعني نعم طريقه ثانيه حتى يجبرون الفقره يرضى بالخصخصه محول الطق عندنا محول الطق كهرباء شلون الكهرباء كهرباء انا اريد كهرباء نعم بس يسوون كهرباء نعم ايش قصر ما عندك كهرباء كم يوم والله صار لنا هواي تقريبا صار شهر زين هسه الجو بارد تحتاجون الى سخانات شلون قاعد تمشي وضعكم الصوبات كهربائيه والله مشينها يعني زينه مو كلش ان شاء الله بالنسبه للكهرباء انا احكي لك كيف اتفق هذا بالكهرباء هسه اذا شيء عطل بالكهرباء يعني بالمولده اذا بالمولده كهرباء عطل تروح مثل يابا صار عندنا عطل بهاي المحوله مالتنا تعرف شو يقول لك انا ما موجوده عندي روح انت اشتري احنا بالفعل كم مره اشترينا نشتري هاي الوايرات الموجوده انت تروح تجيب الوايرات نشتري الوايرات ونجيب نقدم له بالصيانه يقدر يضبط يقول ما موجوده عندي فانت تبقى بكيفك ميزانيه وزاره الكهرباء وين ميزانيه احنا عندنا موجوده ميزانيات بيتنا الميزانيه الماليه ها بالنسبه للميزانيه هم يعرفون ما والله ما اعرف حقيقه ما يعني ده بالنسبه لنا كل شيء ما حصلنا دجاج عجل احكينا احنا مقبلين على الانتخابات ايه؟ راح يرجع موضوع الجو بارد تعال هاك هاي صوبه وهاك هاي بطانيه تعال انتخبني ايه؟ والوادي من الفقره البحر التقت ويا واحد يقول انا اخذ صوبه مجبور واخذ بطانيه لانه ولدي ميتين برد وما عندي نفط كهرباء ما عندي احنا حقيقه هسه حتى يعني محتارين بين مترددين يعني بالنسبه للانتخابات تردد عدنا ترددنا شنو يعني شنو نقول يا تنتخبه ما تعرف يعني حقيقه محتارين يا نختاره نختار منه والله ما داخلين يعني بقين ننتخب من ننتخب باقين بحيرة يعني بس وساد السلام عليكم حي مصطفى بس أمام الكاميرا قلت لي إحنا خريجين يعني أنت قلت لي مخلص على حاصل أشات البكالوريوس اللي حدا ما عاد يعمل إيه نعم إحنا أغلب شباب منطقتنا أغلبهم خريجين بكالوريوس أو ماجستير دراسات عليا فما لهم أي فرصة اللي يبدع بيها يعني مجال عمله يعني خريج اعلام يروح يشتغل عامل باجور يوميه راتبه 200 او ماجستير بالرياضيات يروح يفتح له اسواق او ما قدمت على الوزارات يعني تقدم يقول لك مو يمنه او ماكو درجات وظيفيه بالاضافه الى تدري انت الشركات الاهليه هم يعطيك اجور اللي انت تقتنع بها يعني يعطيك 300 تخلص شهر وانت عندك عائله ما تكفي انت حضرتك متزوج نعم متزوج وعندي طفل انت متزوج ولحد ما عندك مصدر رزق وما متعينه تعين اشتغل عماله يعني اشتغل عماله وانا عندي بكالوريوس اعلام زين تفضل عليكم السلام زين احكي لي على اخوتك وزملائك الباقين يعني انا احكي لك بعدهم مراحل الاعداديه والكليه هذا من يشوفك هم يبقى له واش انه يدرس ويكمل احكي لك يعني انا عندي اخوت اثنين انا عندي اخوت الاربعه اللي اكبر من عندي كلهم مخلصين وماكو واحد متعين بس واحد قبل سنه يداوم بهاي المدرسه الاصغر من عندي ما للاول متوسط للثالث بطلوا يا بليش يقول انا حالي حالك ما راح اكمل شيء الباقين اللي راحوا ويا الاحزاب تعينوا تعينوا صار لهم سنتين وثلاثه واللي ما عنده حزب اللي ما عنده حزب الا الله احنا كنا عندنا الله شو حزب الا الله يقول بس رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اول نهني الشعب العراقي والمرجعيه الدينيه بالانتصار العظيم الذي حققه الجيش العراقي والهجد الشعبي ونبارك لهم الف مبروك لهم احنا ضالين حي طارق لا مجاري بها خير عدم استخدام المجاري لا مدارس عندنا هم مدارس كل 50-60 بصف واحد ويوميا ناقلينهم وجايبينهم منا ورادينهم منا كهرباء لا تحكي يا زفت اطق الكهرباء روح نشتكي يقولوا بالكهرباء الا تجيبوا له رقم الكهرباء مدفوعه ترى بتشونه كلش بس تعقف يا عمود زحم عليك كهرباء يعني بزعونا من حياتنا
تريد مالت الله غير؟ دي حربوكم؟ يعني هم حرب قدامك اللي داعش وتحاربه هاي مبين؟ اروح للدائرة مال كهرباء ما ساكو شارع انتوا الوجهاء اتجمعوا روحوا انا بالنسبه لذاته كل معظم يمكن حتى ماكو موظف ما اعرف الناس شو اسمه من شو يكون الرد من تروح؟ الرد شنو؟ يقول ما موجوده عندنا فلوس، ما عندنا فلوس، جبايه ماكو، انتم ما تنطون جبايه بينما احنا كلنا جاي نجبي ما يطلع لي جاي والجبايه غير يطلع لي طورك اللي جاي ايش باقي عندنا؟ كهرباء عندنا كامله الكهرباء موجوده بالمنطقه، ما عدا محتاجين كيبل واحد يعني كيبل واحد حتى قالوا لنا بالمنطقه خذ ما يدخل من البيت ويش كامله هذا صار هذا كامله شيخنا اذا انتم اولادكم خريجين وعاطلين عن العمل، منين يجيب الجبايه؟ والله ما اعرف انا هسه انت حكيت قبل شوي حكوا الجماعه على مود الخريجين وعلى المنطقه مالتنا نعم. والناس خريجين، انا اللي حاجه كذا عندي اربعه خريجين نعم. حق عندي بس واحد صار معلم هسه الحمد لله والشكر العام ما ادري شلون والله بالصدفه صار انا والاخ انا كذا ما صار هذا نعم. عندك واحد خريج علوم حاسبات واعلام نعم. وعندي الاخ مخلص اعداديه وعندي هذا اثر على اطفالي قبل ذكر هذا ابني هسه ذكر لك هذول زغال بعد ما درسوا وقالوا المن ولا واس بالدراسه يشوف يشوف اخوك كبير يعني عاطل عن العمل انا مودي اسبوع عفنا خلينا نتعلم مصلحه احسن ما اصير عندهم دراسه ثق اشتغل بالعماله لان انت ما منتمي يعني ما منتمي الحزب من تروح تقدم هسه ماكو من ماكو ما منتمي انت الحزب انا مستقل انا يعجبني ابقى مستقل شلون مستقل تبقى هذا تبقى كلك مشاكلك شو انا ولدي الله وكيلك ولا واحد متعين لا بدائره ولا بوظيفه ولا باي واحد احنا ما صدقنا خلصنا من ذاك النظام احنا ذاك النظام البعيد والله احسن من هذا النظام الحالي نفسه غير من هذول يعني هذول نصهم حرام للاسف يعني من وراء هذول الفاسدين خلونا الناس تتمنى الايام اللي كنا نعاني من عندها وحاليا صارت الايام السابقه افضل من اللي موجود حاليا رايك بمبادره رئيس الوزراء في القضاء على الفاسدين والله احنا نتمناها المبادره بس تكون صحيحه وعلى الواقع يعني صار 4 سنة وصار 14 سنة هسه يلا ذكروا الفاسدين بس احنا نتمنى الخير يعني عسى زين احنا نشوف يعني الشباب بيهم اللي هاجر اللي يترك بلده بيهم اللي يروح لغير دولة بيهم قاعد يروح يشتغل عماله بيهم اللي يروح اختصاص اللي هو مختصاصه في يعني هاي بالنتيجة يعني الجيش من عاطي عن العمل زين احنا عندنا مصانع ليش ما نفتح المصانع؟ ليش ما نفتح الشركات؟ يعني هاي الأحزاب مستفادة يعني أنت بكرة ما يفتح المصنع مع النسيج أو مصنع معامل الجلود أنت شايفك ألبان يعني هسه إحنا نستورد الألبان الأجبان الحليب يعني معقولة إحنا بالأجبان قبل تستلذ من تجي ألبان أبو غريب تقول لك هذه يعني سابقا المنتوجات الزيوت تأخذ كل الزيوت دهن راعي ذاك القديم يعني التايت العراقي كل الزيوت لا كل موجوده الالبان العراقي هسه انا من اروح عن والكل الجماعه الموجودين اول ما اروح اختار المنتوج العراقي لان عرف الالبان ذاك القديم مالنا نعم. تحس بيه يعني فطعم خاص اخذ الزراعه انت الزراعه شايف لك خياره البصل يعني احنا نستورده وبينما الفلاح احنا ناس كلها عمامنا وهنا كلهم فلاحين هناك عندنا دجله والفراخ عام العام تعرف احنا زارعين بالعماره يعني عمامنا اخوي هناك مش اسمه يبيع سياره مال رقي ويمكن انتم ما اكلتوا رقي سياره مال رقي ب 40,000 يعني هسه انا اذا تجيب عامل تقول له حمل هاي البيكم حمل له ترسل اياها يقبل 40 ما يقبل يعني يشيلها ويخليها ب 40 شلون هذا يعني مصطفى مو ما انت ذكرت دجله والفراخ احنا بمنطقه عندنا اللي هو هذا خط الشرطه نعم يسمونه اللي هو الشط هذا مشروع جدا يعني مهم للمنطقة بدأ التجاوز عليه يعني ما خلصوا من القيعان الزراعية اللي هم دول الأحزاب والمافيات مافيات يعني يدعي كلمة بالحزب الفلاني وبالتيار الفلاني مدعومين يعني شط هذا اندفن نهائيا اندفن ذاك هذا خط اللي هو مجار المدينة كلها عليه يعني هذا بالمستقبل هو مرسوم إليه اللي هو يكون كورنيش ومتنزهات وحدائق متنفس المنطقة ومشروع يعني بأموال طائلة أنا ما شفت عندكم في مكان ترفيه حديقة عامة هذا اندفن مصطفى اندفن يعني تابع للتيار الفلاني اجى دفنه وخضى يعني منطقة تروح للطاب ويقول لك هذا يقول لك طاب هم وياهم متعاوني المحافظ السابق علي التميمي هو متعاون وياهم والمحافظة اللي قبله متعاون وياهم أحزاب فاسدة يعني هم كل شخص يعني اليوم كل مجرم أكو شخص يسنده ورأيك البلد وين متجه؟ متجه للهاوية زين أنت كمثقف ودارس تقف يعني أكو حلو ممكن يعني ننهض بواقع البلد بالصناعة بالزراعة
الحلول يعني الا نخلص من هاي المافيات والاحزاب، الاحزاب الموجوده هم اللي سبب دمار البلد، ونستعين بخبره الاحزاب. الاحزاب مين جا؟ الاحزاب ما عندها جماهير وسط الشعب. لا لا، مع الاسف مع الاسف مستحيل يعني عشان الفاسد الفاسدين اللي هم جماهير تعدد الاحزاب اقصد بالتزوير هذا صعدوا بالتزوير هذول كلهم صعدوا هذه والنتيجه هسه خل اي واحد من عندهم حزب يقول موجود خلي يقدر يطلع له فد 1000 واحد من عندهم اذا ما يقول هسه اني ويقول طلعت هلقى طلعت اصوات وطلعت بالملايين وانا انتخبوني يقول مليون واحد سبع خلي يطلع له 1000 واحد هسه يقدر هذا. اي سؤال استاذ هنا بس اسال بس سؤال واحد. نعم تفضل. انا اسال رئيس الوزراء العبادي من هنا احنا هالحي طارق انقل له وياك ويا كنا هالحي طارق شيال ما عنده شهداء اكثر من 150 200 شهيد عندنا احنا مقدمين شهداء من دخل شهداء من اللي يعطون شهداء من اي مناطق الشهداء هي شهداء مدينه الصدر وحي طارق والرشاد هاي الشماعيه هم هذول من الشهداء يعطون من اللي يروحون جميع الفصائل المقاومه من الحشد الشعبي هم قدموا من هاي المنطقه من 200 الى 300 شهيد احنا مقدمين وكلهم ناس يعني قبل 3 ايام ابو حيدر انت اكثر من عد تعرف بالهم انت والرجال متواصل ويا العالم والهنا بالمنطقه اكو يضربونا ما بيها يعني فد 3-4 هسه انت كامتك اللي توصل ذول الشهداء تقدر من خلال كامتك الموجوده تقدر توصلون صوتنا احنا ماكو غير عندنا بس الصحافه بقت هي بس هي الوحده لنا فاذا انتم هم ما تجون يمنا بعد الحمد لله وشكرا. استاذ وارجع لك شنو الفرق بينك وبين الدوله الخليجيه؟ يعني شوف الخليج هم عندهم نفط ومعتمدين على النفط بس اقتصادهم يختلف عن اقتصادنا فرق شاسع. احنا اكثر من عندهم. احنا اذا ترجع بس الفساد نسبه الفساد عاليه جدا 14 سنه من اللي خلنا الشبه العامي البوق ما شبعوا بوق يعني لا يعني هو حتى يريد يبوق مليار مليارين اخذ له شقه بدبي اخذ له شقه بتركيا ماكو اكتفاء يصدرهن الاموال يصدرها لخارج العراق هي هاي الكارثه حجي احنا نقول خلي يبوق شويه ويشتغل شويه لا احنا يكون الشريف ما يبوق الشريف ما يبوق هسه بعض المواطنين التقيت بهم قال يابا خليه يبوقون شويه ويشتغلون شويه والله هم بايقين ما بايقين ما اشتغلونا كل شيء ما قدمونا بالنسبه لنا منطقتنا ماخذين قباله زين انا هسه عندي 2 خريجين مدرسين مدرسين واحد انجليزي وواحد رياضيات شلون راح يتزوج راح يكون عائله حرام كل شيء كل ساعه يريد يشرد يقول انا حطه خارج العراق وانا مكلب بيه يقول زين انا هسه اريد راتب اريد مصرف اريد البس اريد زين شغل ماكو انت شكو كاظني خلنا نطلع انا لو اموت لو اطلع للدول انا شلون اخليه هو ابني اكو واحد يترك ابني يمشي للدول انا ما اقبل انا ما اخليه زين بس شلون وحل ان الله جاب هالولد هنا على الشطيط هذا سدوه هذا يسمونها قناه الجيش اخدمك قناه الشرطه يسمونها هاي الوادم وين تولي يعني انا هسه عندي مثلا 8 وثمانيه متزوجين كل واحد عنده 5 اطفال وين يقعد مجبور يقعد بالشطيط ومجبور يقعد بالجزر الوسطيه وين يروح وزعونا قيعان هاي اكو قيعان موجوده وزعوها سواء نظاميه عمي بس قولوا هاي القطعه ترضوا احنا نبنيها نريد نحكي على مشروع قناه الجيش احنا من قناه الشرطه هذا لا احنا قناه الجيش اللي هي قناه اللي على اساس سووا مكان ترفيهي وصرفوا عليه المليارات وجابوا النخيل من الامارات بلد المليون نخله جابوا النخله بمليون وحطوها وصرفوا لحد هو نشوف ذاك مشروع متروك انا ذاك اليوم تجمع بها المياه الاسنه ذاك اليوم مشروع مال تركيا هذا الاسد مال تركيا الخابصنا وقطع المي مالنا هذا تعرف يقول بمليارين وعنده وش قد اخذ هذا بي وبي مليارين متر مكعب هذا اللي سواه بتركيا هذا بمليارين بينما احنا اقل واحد هنا من المسؤولين بايقنا بالعشرات الملايين وهاي المليارين مليارات هم بايق العشرات هذا باني كل يعني باني تركيا كلها احنا مليارين ثلاثه تبني بغداد كلها اذا بناس نظيفه هذا مستشفى مستشفى القادسيه انا عمري كبير عمري 63 سنه هذا بربع مليون هذا انبنى بربع مليون بوقتها خمسه ربع بس شوف ايش قداته هذا بربع مليون بنوا هذا المستشفى بذاك الوقت هذا زين يعني وانت هنا تحجاز تقول له تشرف وين المليون احنا نطالب كنا اهل حي طارق والجماهير كنا والشعب العراقي ونطالب رئيس الوزراء يضرب بقوه الفاسدين ابد ولا يرحمه برحمه وكنا احنا وياه والمرجعيه ويا الناس خلي يكون جسر وسبع بشكل ما خلصنا من الارهاب خلي خلصنا من المفسدين اسال علي سؤال احنا ما شفنا شهيد او جريح ابن مسؤول ولا ابن سياسي نعم مستحيل ليش مستحيل هذا الشيء ابنه قاعد بلندن
او بامريكا او فرنسا، واحنا ولدي الخايبه ولدي الشهداء اللي نشوف احنا نشوف اولاد المسؤولين. انا اشيل لك انتم فيديوهم، التقوا باي مسؤول، قولوا له اكو مسؤول عائلته هنا ببيته، اي مسؤول خلي يقول عائلته، قل له انا من انت من حقك صحفي تشيل تقول له عائلتك موجوده، اقدر التقي بعائلتك؟ اكو ما موجود، لا 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 ما عنده، ما موجود يعني ما عنده، يعني عنده ولده موجوده، يعني زوجته موجوده، يعني هاي اطفالنا العوائل الفقيره. نعم، واضرب مثل على منطقتي، تقريبا 50 شهيد حش الشعبي. نعم، من عده الفصائل. زين، هاي بس الحش الشعبي قاعد تقدم للوطن. نعم زين، الحكومه شو قاعد تقدم؟ ماكو اي شيء، اي تقدم هسه بالوقت الحاضر ماكو، بس الضرائب، بس ضرائب والخصخصه. احنا بالنسبه للمناطق هاي موجوده، وكلهم يسمعوني الموجودين، والشهيد موجود، وذول الخيل موجودين، الناس الفقراء هنا يصوب ابنه العالم، الناس المنطقه الدزت لمله يدزون له بكت فد أبرة بكت فد ذول. منين هم ذول؟ الحشد أو الجيش راتب ما عنده، وجاي تشوفون أشكال نفس هاي الناس اللي تقدم نفسها المنطقة تلم لهم، يعني تودي لهم فلوس، والله اليوم خطيه هاي ابنها شهيد، لا لا ما عنده راتب. ليش ما عنده راتب؟ شوفوهم انتم وصلتكم ما ينطونهم، يعني يشلعون قلبه يموتونه، يعني منو اللي يساعده؟ يعني ناس مفسدين، يعني هم شهيد وهم مصيبه ثانيه. شهيد انه بتروح هي تصير مصيبه مصيبتين، يعني تروح تركض وتمشي وبلكت بالله شو وقت يطون هذه؟ زين هي بها حال، هي مقدمه ابنها. مصطفى انا ازيد على كلام الحجي، قبل كم يوم زرنا عائله مال شهيد، قلت للحج انا بها شنو يعني شنو طلبكم وامنيتكم؟ والله العظيم وانت ما محلفني، امنيته صوبه صوبه ما تبي يدفع عليها، يعني امنيه عائله شهيد صوبه يدفع عليها. مشاهدينا الكرام، عائله شهيد امنيتهم الاولى والاخيره هي مدفأه، مدفأه يعني فقط، وراتب شهيد ما عندهم. ماكو راتب شهيد؟ ما يقول لحد الان المعامله ما كامله، يعني امتانين تكمل معامله شهيد، والمفروض هو الشهيد اول ما يستشهد كل حقوقه وراتبه التقاعدي او قاعد ينطونه او سياره كل شو ما على هذا الشهيد، يعني ينتظر رحمه الله شو وقت تجي. يعني احنا نحكي يعني بعد دخول داعش اللي خلص العراق، يعني العراق كان على حافه الهاويه، اللي خلص منه هو الشعب، الدماء اللي صارت منين؟ من ابناء الشعب، ما صار الدماء من السياسيين ولا صار الدماء من المسؤولين، ورغم هذا ابن الشعب يستجدي حقه، صار موضوع يعني شلون قدوه، يعني اروح انا يعني الشهيد يروح يقدي راتبه؟ يصير هيجي؟ نعم، يعني مع الاسف يعني احنا يعني احنا رعايه للاحياء ماكو، رعايه للاموات للشهداء ماكو، يعني احنا عايشين فضل دمائهم الطاهره. ايد لولا دماء الشهداء الطاهره ما نوقف بهذا المكان. يعني مرات واحد تعرف شو يقول؟ يغلط، يعني يقول لك انا والله مع كل الاسف، اي والله تقول له ليش وديت ابنك شهيد؟ لو بخليته قاعد يشد عليك مو احسن ليش؟ يعني هذا هيك يعني قصده هو يقول ليش انا؟ ليش انا؟ بينما اقدم ابني بكل العالم وبكل الناس الموجوده، الشهداء يقدسونهم، عوائل الشهداء لهم. المرجعيه حذرت من الفاسدين وقيتهم الاهتمام بعوائل الشهداء، بس رغم هذا ماكو استجابه. المرجعيه ملت منهم؟ لا ملت من المرجعيه كل اسبوع، حتى بعد هسه هو الدليل الانسان الطيب واللي تريده المرجعيه تستقبله، والما تستقبله يعني ما اي واحد هسه عندنا بالعشائر بالعربي عندها مو مرحب بيك، تقول يعني من تشوف نفسك بس تشوف وجهك كاظم يقول لك هذا يعني رجال ما يريدونك، فانت مبين ما يريدونك، اطلع عمي هسه ما يريدونك، اترك العالم خذ الناس وبكانك العالم ما تشتغل، ناس شرفاء كافي اخذته وسلبته ونهبته كافي، عوف الناس هاي الفقراء. انت برايك مثلا المسؤول اذا اخذ الشقه تركيا بدبي ما يشبع يعني؟ لا ما يشبع، هو هذا احنا شنو هو؟ هذا الشعب، هو الشعب مطالب، شعبنا مطالبنا. صدام ايش حصل؟ الا انتم تحصلون. وين راحت قصوره؟ وين هو؟ حتى قبر ما له. انتم ليش ما تحترمون نفسكم وتمشون للشعب عدل؟ وهم يدعون ابناء علي بن ابي طالب. وهو صدق بالانتخابات يدعون ابناء علي بن ابي طالب، يجيب له بطانيات يوزع على الشعب، تعالوا انتخبوني، ويجيب له ساعات يطيل النسوان يقشرون بالناس، يا اقلام يا فرشي. عمو احكينا على زمنكم، شلون كانت الصناعه والزراعه؟ عمي كانت الصناعه معامل الالبان يشتغل، معامل النسيج يشتغل، مع الزيوت تشتغل، البطاله ماكو بطاله ولا واحد يبقى باطل، كله الشعب كله يشتغل كان. هسه كلها عندنا خمس ولا ست ولا كلهم جاهزين بطالة. احنا نحكي على العمالة الأجنبية، يعني احنا عندنا بطالة ويجيبون العمالة الأجنبية من دول بنجلاديش وغيرها، يستورد من الخارج بنجلاديش يجيبون لي شاي، والشعب العراقي شاف ضيم وجوع، الله يقبل محمد.
يعني كافي بوقته، اخذته بوقته كافي، شبعته، سويتوا عمارة، سويتوا قصور. خافوا من الله، هذا الله الشعب هاي، الفقراء هاي، وين تروح هاي؟ هذا الله انتم. الله ما يحاسبك باشر. استاذ مستر ما قدرت تشوف، شوف شو اسمه التلاميذ، لا تشوف خاطر فتح، خلي يشوفون بطاله موجوده ابو نصرة. بطاله موجوده، يريد يجيب لك بطاله، يجيب لك عمال مصريين 1.5 مليون يدخل البلد ب 2018. نعم. هي بطاله، ابناء الشعب ما مشتغلين. يجيب لي من الدول 1.5 مليون، بعد راح يجيب لي هنا ب 2018 راح يدخل لي 1.5 مليون مصري. احنا نحكي على السنين، السنه الماضيه والسنه اللي قبلها ميزانيه كانت ماكو، لانه النفط سعره نزل. هسه النفط صعد سعره، اذا شفت تحسن 65، احنا متابعين من النفط 65 هسه 63. لا ما مو اي شيء، اي شيء ما اي شيء. اذا شوف اخوي الخريج، انت حاليا ما متعينه، من تسمع انه ميزانيه 2017 اللي مضت نسبه التعيينات 0%، ماكو تعيينات، و2018 كذلك ما بي تعيينات. يعني يصير عندك خيبه امل، احباط. يعني انا اتندم على كل يوم درست، و16 سنه انا دارس. نعم. وسهر وتعب ومطر، وتعرف اللي مرينا به احنا الحروب، ونفس الشيء. يعني لا حرام، تعبنا لو باقي ما حصل لي فد مهنه او محل. انت حتى قلت لي حتى ما يضمن اختصاص، اريد اي تعيين عملك الدائم، اريد مصدر رزق دائم، اي شيء. يعني حتى لو شركه خاصه او قطاع خاص احنا نقبل به، واجور يعني نقتنع بها، يعني اجور تكفيني، مو انا عندي عائله ويعطيني 200,000 وين تكفينا ال 200,000؟ انت بس يراد لك بال 150 200,000. يعني عندنا هواي شباب، احنا شبابنا اغلبهم بالمنطقه خريجين مو محصلين، يعني يشتغل، يعني مع الاسف يشتغل. الشيخ انا هسه موضوع الجديد اللي سوف يطرح هو موضوع خصخصه الماء والنفايات. يعني النفايات تحصل بفلوس، ما ياخذ منك نفايات اذا ما تدفع فلوس. والله احنا هو بالنسبه هذه كل الشغلات، انا هسه لو تجي شفت المنطقه مالتنا بالنفايات، احنا هسه احنا مشتركين بنفايات. احنا انا العايشيك هسه اهليه موجوده تجي، بس اروح لي حقيقه، اعطي انا كل 15 يوم 5000 اروح لي. ليه تجي هذا وتاخذ اروح لي؟ ليش تعرف ليش؟ التقيت باحد المواطنين قال لي النفايات يدوا عليه فلوس. فاحنا عندنا هاي النفايات الخضراء متروسه نفايات. ياخذون ينطون فلوس، شو رايك بهذا الكلام؟ والله حقيقه هذا لا وجوز، هذا شوي احسن بها، لان يعني يستفادون من عتهم. خلي النفايات الخضراء كلها خيوا فيها وخلي ينطون فلوس. هم هسه لا هسه اذا اقول لك، انا اسالك مثل، انت شايف لك واحد هذا قسمه، هيا قسمه موجوده، قسمتهم هم سووها لهم، واحد ياخذ راتب 15 مليون و10 ملايين، وواحد يمي جيراني اكو يمنا هنا واحد فقير مؤذن بالحسينيه، يعطونه كل شهرين 136,000. يعني كل شهرين 136,000 وواحد ياخذ 36 مليون. زين هذا من خلى القانون؟ هذا القانون من خلاه؟ زين واحد انت سنه بلش قاعد عمرك 63 سنه تاخذ تقاعد، وواحد 9 اشهر ياخذ تقاعد، ياخذ 6 ملايين وعنده حمايه. زين هذا من يسوى القانون؟ من يسوى القانون هذا؟ خدمه جهاديه اللي يعني مال رفحه، مال منظمه رفحه. يعني نقدر، يعني نقدر نقول هو كان عايش شلون بمعاناتنا. يعني اكو حسب اللي افتهمت من القانون، هم استفادوا. يعني هسه اخذ هاي مثل مال رفحه، هاي رفحه، هاي رفع الناس بيستفادوا من عنده، هاي اسامي بها ما رفع. عسى انت عائلتك واللي يسجل ومن يصير عنده، وعندك 9 اطفال عائلتك، شنو يا بسوي مثل رفعه؟ هسه انا مو خلي العالم تستاهل، كل عراقي له حق، يعني ما عندنا احتراط، الف عافيه خلي ياخذون. بس هذا شنو الفرق عن هذا؟ يعني هذا الموجود، هذا العراقي الموجود اللي عاش هنا بهذا البلد، اكو اكثر واحد هاي اللي تحملوا، يعني معقوله؟ المجال الاخرين تفضل تفضل تفضل. بالنسبه لحكي الانتخابات جايه راح يجوك، احنا ولد علي بن ابي طالب، واحنا وياكم وحي طارق راح نسويها جنه، بعد هم صدقون مثل ما نقول هم تعبر عليكم. هذا نصبع قصه، لا انتخب احد، كلك لا وشيو كذابين. نعم. حراميه وطبولك باسم الدين وكل شيء ما يفتهمون، كل شيء الله جابهم علينا انتقام، اذونا ذبحونا موتونا. سلاح شو كان 450,000 بالايجار، كل منطقه تعرف ميت من الجوع بالعباس. ايجار بحي طارق، يعني بحي طارق ميت من الجوع بالعباس، الجيران تصدق علينا، وهاي الجيران كلهم يعرفوننا. زين، وانا طالب بالنسبه من خلالكم، من خلال قناتكم الولاء، بالنسبه على الهجره المهجرين. نعم. كفيلك علي بن ابي طالب، انا بالغزاليه. انت مهجر؟ اي، من الغزاليه، بالغزاليه. ان شاء الله مو مهجر، ان شاء الله ضيفته. رحم الله والديك. 2006 و2007 قالوا سووا معاملات، جيبوا حطوا ما ادري شنو، جيب لنا 2002 البطاقه التموينيه، مو البطاقه التموينيه، هاي بطاقه السكن. هم زين عندي استنساخ، ربوا اوديها لهم. هنا على الجسر مال القناه، موت احمر شفت. وثلاث اشهر ركض ورحت على مثال 2:30 وجماعتنا وكتبوا لنا على البطاقه 60 وجبه 60 وكذب، كذبوا علينا.
انا بحاجه للفلوس كفيلك علي بن ابي طالب راتب مره عايم ممكن شو ماكو لا راتب يطوني مال المدرسه 400 500 ما يكفي ضيم اسود ناس تاخذ بالمليارات هسه البرلمان تقعد يستلم 65 من جو العبايه والبوق والنب هاي هيك ال 40 مليون عندهم زلاطه جو الصين احنا بالضيم يا حالنا العالم مولي يا عمي اشوفك اشوفك الضيم كاتلك موت احمر محمد متاذي والله هسه بجيبي بس دين بس عم قد قام الكاميرا عادي يحكي كفيلك علي بس دين 750 وحق محمد والعباس القصه وجفوفه 750 هاي خلني هن بس عود استنهن عود الراتب اجيبه ونبو وزعه دين وسحب وايجار وتكاكين وياي متنا ملينا عم ظل مريض من الله جابهم علينا منين الله جابهم علينا هذول البرلمانيين الحراميه الله ينتقم من عندهم اجوا ميتين من الجوع من ناكلهم سلبشيه وكلوا كلاوشيه من المالك وشيل ايدك هسد ما يشبعون هسه اخذ للقبر كل شو ما بقى لك كل شو ماكو جهال قاعد يدامون بكرفان بعد وين تعبنا ملينا والله ملينا خلي يولون والله ما انتقمهم لا حق محمد حتى هم متعطلين على بس ما انتقم مالي شغله بيهم هم تنتقمهم هم جيب الواو وجيب الذيب نفس الشيء كش ملك جيب هذا وحفظك شنو الفايده شفتها من عندهم هذول السياسيين ما بيهم واحد شريف يلتفت على الشعب والله كل شريف ماكو هسه حالات عندك بالبلد وانت صحفي ما تحمراني ذاك اليوم على هذه اليتيم بكيت يدرون الجماعه لا تقاعد مطيل ابوه لا دين ابوه شهيد احنا قبل كم يوم كنا في منطقه العماري يعني ناس يعتاشون على النفايات وياكلون الاكسباير يعني ياكلون الاكل الاكسباير اللي هو غير صالح للاستهلاك البشري ياكلون اكل اكسباير بحيث يقول لك على مود ابقى عايش ما اموت حتى ظل عايش جهالي وياخذ على بالمشروبات الغازيه ويبيعها الطن ب 8000 يعني عراقي عايش بالنفايات حرامات انت بلد غني منظمه يحكي منظمه ترى هو لو ما عايش بالضيم ما يسوي هذا الشيء انا هسه قاعد ليش قاعد انا كنت اشتغل بمطعم هنا نعم بالمثرامه مال فلافل راح انصابي قاعد بطلت من المدرسه على حكايه الولد خريج وكل شيء ماكو صف ثالث متوسط بطلت من المدرسه لا ندري بيها ما بيها مستقبل خاصة بهذا الوقت. هاي بدي اشوف انت هنا الاخ علي هو خريج بكالوريوس وعاطر عن العمل. انا والدي كان عندي واحد هنا صديقي نعم. حلاق. نعم. حلاق هو يشتغل مخلص كل شيء يعني بحيث اذا يريد يتعين شهادته تعينه مدرس جامعي. ليش ما يتعين بعد؟ ماكو تعيين ماكو ظل حلاق. زين. كل شيء احنا مقبل على الانتخابات يعني قبل 4 سنوات هم جوكم تعطينا فايلك. اقول لك جونا بالانتخابات جي فايلك ان نخليك باي مال المفوضيه ايه؟ على الحراسات مال المفوضيه وغيرها مال الانتخابات نعطيك ورقتين بيوم واحد يابا رحت وديت فايلي راحت الشغله النفت خلي ارتقب الحجي انت تدري انه يعني المواطن الكويتي الاماراتي اي مواطن بلده يعتمد اقتصاده بالدرجه الاولى على النفط تشوفه عايش حياه رفاهيه تشوفه حتى عنده خدم وحشم وتشوفه ما يشتغل عامل كله الشركات وجواز يدخل بيه كل دول العالم زين شو فرق عنك والكناس عندهم سيارة يطول يعني نحكي على الإمارات أي الإمارات كلهم مرتاحين بس إحنا الله انتقم من عندنا لا راتب لا خدمة ما زينة حكومتهم زينة حكومتهم زينة لو مو حكومة إحنا ياو زين بيهم 14 سنة ما جوا حد زين ماكو منهد السقوط والهذا يومك أي برلماني زين ماكو بس انت نهائية. انت شوفهم بالمواكب يبكون على ابو عبد الله يبكون لا لا شافهم ابو عبد الله يا ابو عبد الله اللي يبكون علي يا ابو عبد الله حجي شنو شعورك وانت تشوف السياسيين هم يبكون يعني بالمناسبات الدينيه وبالشعائر الحسينيه تشوفهم يبكون ويوزع الثوابات وتشوفه يقول كان فقير واذا راح فاتحه ياكل خبز شعير عاد هو يقلد علي بن ابي طالب فشنو شعورك من يشوف هيك يتمسكنون كل شيء ماكو كلاوتشيه بالنسبه هسه عليهم هم خلونا نروح مصدام صدام نعم طلع عليه خلوا العالم والشعب كله راح مصدام صدام ذبحنا موتنا الذانة خلونا نروح ليش صير احسن من صدام حتى العالم تحبكم الذانة تفضل احنا عندنا مشكله الدير احنا توزيعنا 900 مثل الارفلي فرز ما عندنا يعني انا عندي 150 عندي 150 هاي ال 150 اذا اريد ابيعها وجار مطلع دكان اتقرم لي 2,000,000 على الدكان اللي مطلع جاري غرام على شنو غريبه زين انت تقول غرامه لعد البلديه ما تبادر وين كانوا لما طموا تقول المشروع الترفيهي المشروع ما حط طامه يا مشروع الطمو لا الاخ طمت الناس وتبني ناس قاتل الضيم وين تولد تقعد لا قالوا انهم مجموعه سياسيين لا عم وين تقعد الوادم انا سعد 8 انا من قال وصلت قاع وين ما حط مخلص من عتهم
وين نولي؟ شلون حجي تعال تفضل عمو؟ احنا مشكلتنا براس. السلام عليكم. السلام اهلا وسهلا عمي. عم احنا هاي منطقتنا ماينا خايس وبالضيم حالنا الله وكيلك، حتى الماي اللي يجينا خايس. اي والله وجعتك كلش. يعني هاي مشكله جديده لو قديمه؟ لا هسه هاي هسه صار لها اسبوع. نعم. وجد من اسبوع. دائرة الماء والمجاري ما رجعتوهم؟ مدينة الصدر، البلدية، ما راجعنا المجلس البلدي، ما راجعنا. حتى لو تراجع ما يجي كله بفلوس. ما راجعنا شيء. شلون؟ ما يجي كله تعطيه فلوس يلا يجي. لا بالنسبة هذا مو واجبة؟ لا بالنسبة حتى لو واجبة هو مال واجبة مستغنى عنه. بالنسبة للمي اشتكينا كان اكو كسر موز المختار. نعم. كان كسر وصلحوه. نعم. من كسر وسدوا المي اكو صندات متروكه واكو مي مال باق بالشارع دخل وين بالمي اللي صافي سحبتها الماطورات جانا خايس. احنا حكينا على المدارس، حكي على المدارس. مشكلتنا الفراس شيخنا الفراس، يعني انا عندي 150 من اريد اشتريها واديرنها ياخذون مني 6 ملايين. يا بقلمه 6 ملايين قلت ما مفروزه قاعد عندكم 900 باقيه. جاري طالع له متر عن 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 بيته يقرموني. انا هاي مخلينا مصيده خاطر مني تروح، يعني اذا انت نظامي بكل المنطقه شو تصير؟ هذه راسا يفزون لك متوجهه. اذا ظل هذه المفسدين يستفادون من عدن، يقول لك اسوي لك اياها تعطيني مليونين حتى على هاي لاحقيكم. اليوم انا رايح مال ضريبه دفعت 26 للدوله و200 الف الما دفعتها. اقولها رشوه والله. تعرف ليش؟ اريد اخلص عمي ما اخلص. ما ينطوني فايل اكو دير مال بيت يقولوا انت عندك فايل موجود هنا عندنا موجود. ادفع 26 للدوله وادفع 200 رشوه. شوف ايش قد هم ياخذون الموظفين؟ طبعا 300 وتابع بعدين مواصلات دفعت 200 و26 ادفع للدوله. انا ليش ما ادفع للدوله؟ انا ليش ما ادفع للدوله 200؟ ما ادفع للدوله مو احسن؟ اقلها دولتها هاي اقلها موجوده بميزانيه الدوله. الفراس منطقه حي طارق لان هسه انا واحد من الناس عندي 150 متر مشتريها صار 6 سنوات ما اقدر اديرها يردوا 6 ملايين 8 ملايين مال شنو هاي؟ ضريبه ياخذونها. 900 ماكو ما عنده فاس هاي مو 900 موجوده هذه؟ هذا ولا كنا بسند واحد ذوله. هسه يقول لك شو هذا هسه مثلا تسوي له دكان هاي يضربونه انا راح ادفع له ضريبه يقول لك هذا هذا دكان اللي انا راح اديره. شيخنا في السؤال احد السياسيين التقوا بي باحد الفضائيات وقال كنا سراق كنا بقنا الشعب معممين سياسيين افنديه كلنا بقنا وهذا كلكم شفتوه. يعني هم اقول لك يتوقعونهم راح يخلصون؟ نبقى نطالبهم احنا شويه شويه بعدين نفسه هو هذا الشعب يطالبهم. ولدنا خلصوا يعني عمو ولدنا خلصوا ما عندنا دماء زايده يعني بعد ما هو اكثر من هذا البوك عم داعش انتهى وخلص اكو ناس قاتلته وشبابنا قاتلته وانتهى. بس ذول المفسدين هم سبب كل هاي المشاكل. هم السلام عليكم. وعليكم السلام. انت بيا مدرسه؟ مدرسه النبي يونس مقطع 49. نعم. 49. نعم. نشتكي. نعم. نشتكي طالب ويانا بالصف يجيب لي استكشافات على هاي المدرسه. شلون؟ خطيه بطل. يعني قصدك المنطقه بعيده؟ اي بعيده ويجي يجي يوم تاخير يوم غايب خطيه. تعال تفضلي ام العزيزه. السلام عليكم. السلام عليكم ام العزيزه بس امام الكاميرا. نعم. انا ابن هذا بصف السادس. نعم. ابتدائي بهاي المدرسة. نعم. نقلوه قبل الأربعينية بعشرة أيام. نعم. نقلوه للبلسم. البلسم كل أحد أروح البلسم أخير حي طارق. نعم. أي كل أحد أروح يعني هسه ما يخالف بعيدني. شنو السبب؟ السبب نقلوه ما عندهم صفوف ما أدري نقلوه رحت لأحد قال الأحد اللي يجي جينا من الأربعينية. يعني أنتوا بيتكم مقابل المدرسة ونقلوكم للنهاية. نقلونا للنهاية وما يخالف إلى حد رحت قال إلى حد اللي يجي. جيت من الأربعينية من الخدمة إلى حد الوراء إلى حد الوراء الوراء وصار لشهرين ما مداوم. رحت للمدرسة شهرين ما مداوم ماكو مدري. يقول لي ما عندنا معلمين ما يرضون يجون لخير حي طارق. الكرفانات نقلت بالواسطة. أنا نقلت بالواسطة يعني رحنا لهذيش المدرسة ما يقبلون. ناقليك بمدرسة كرفانات وبالواسطة؟ مو بالواسطة. لا ما نريد ننقل هذيش. رحت للمدرسة ما رضى يستقبلني قال لي ما استقبله. قلت له ليش؟ قال ما استقبله. فات رحت للوزير التربية خطيطان ورقة طاح بيض بالضواحي طردني ورحنا ردينا للتربية وابو عسكري خذ ورقة طلب إجازة ورحت يعني معاناة فد مرة. هاي استجابوهم الكرفانات بعد 5 سنين مدة. هاي كل الكرفانات يعني نقلوا منها الكرفانات وشهرين ما يعرف. كم طالب الكرفان؟
ما ادري والله هي متروسه المدرسه. كم طالب انتم بالكرفان؟ يعني بيهم بال 200 طالب حتى 200 طالب كرفان واحد؟ صدق وين تقعدون؟ المدرسه الطلاب رحت لها اخوي يجي دروس ما منطينا نهائيا. يابا تعال انت جاي داوم مدرسه الدروس وين؟ قال ما منطيني شيء. هسه خدمات ماكو فتهم لا تعليم. قلت خلنا نروح على استاذ. هو واصل 18 وهاي المدرسه رحنا لهم عندهم واصلين بالعلوم 90. قلت له استاذ هو واصل 18 وصار له شهرين ما مداوم. يعني خطيه احتار شي يمتحنه شي يمتحنه شي يسوي له؟ يعني شنو ذنبه هسه هو حتى شهاده من دون الطلاب ما اعطوه؟ لقيت بس معاون ومدير غيرهم ماكو. قلت له استاذ هنا الاخ المختار اي قلت له عنده اخوي قلت له هذا ما مداوم ودروس ماكو. على المعلمين هذا تعرف ايش قالوا هنا بالمنطقه؟ قالوا التلبيه من يداوم من المنطقه من خريجين اهل حي طارق قدامون بالمدرسه ومجانا. وافقنا كنا جندنا ولدنا وقلنا لهم يا ذول ولدنا واذا يجي تعيين نعينكم انتم الاولويه وممنوع تغيب. يعني كانما انت موظف بالدوله. وافقنا احنا ولدنا انا واحد ولدي اتوسطت قالوا قلت خلي اخذها في 6 شهور ومنطقته ويدرسهم وبعدين وما قبلوهم وحتى ما درسوهم ببلاش من المنطقه رادت تدرس مجانا. هذا عندي صديقي يداوم بيها يدرس بالمجان من حيث التعيين ماكو خطيه احسن ما زين. احنا ما شفنا مبادره من اولاد السياسيين يداومون مجانا. احنا بالنسبه لولده شو يسوون سياسي؟ لا تشاسي زين العالم كله تعرفه السياسي. اي هذا هو هذا درس خاص وش اسمه خاص عليكم. هسه احنا حتى تعرف شو يسوي العالم هسه قام تداين هاي المدارس الاهليه. يعني ابسط واحد انا اعرف مثل واحد جندي شرطي يتقرض مرات ويدفع له 1.5 مليون مليونين مدرسه اهليه مستقبل ابنه. اقول لك انا شلون هذا هذول زين. اذا انتم الكهرباء راح تصير بفلوس، النفايات بفلوس، المي بفلوس، منين نجيب لهم؟ المدارس بفلوس وتعطي عن العمل منين نجيب لهم؟ هاي مو زين احنا نجيب لهم هسه. انا هاي صبع راح بعد يالي عين نقدر نقول هاي حرب ضد الفقير. احنا بالنسبه لنا هاي ذاكرهم شرطوهن علينا الكهرباء والمي والتكرم الزباله. احنا يعطونا يسقطون جناسينا ويعطونا جناس واي دوله يردون يسافرون يسافرون. اي والله وين ما يردون خي يعبرونا لان ما عندنا. انت لما تدفع الكهرباء انت مطين راتب انت موفر لي شغل. احد المواطنين التقيت به يعني من باب الطرفه يقول مستر اشتغل جاسوس بس اريد اعيش ولدي. ده اشتغل جاسوس بس مو والله اشتغل اي شيء خلي يعينونا بس كون اكو تعيين. يعني احسن ظل قاعد والله العظيم ابوي يشتغل هنا عندنا مستوصف يشتغل بها راتبه 150 بالشهر. الكلمه الاخيره للاخ المختار يتفضل احكي لنا على موضوع المدارس. يعني انت بس عفوا انت يعني بمنصبك الاداري نعم. يعني ما تاخذ وجهاء المنطقه تروح على المجلس البلدي؟ يعني اروح على وزاره التربيه اروح على تربيه مدينه الصدر المختار ملنا وتعبنا عده مرات عده مرات يركضوا ويانا النهار كله انكضوا ونسي قنصين شو يصير المختار؟ والله العظيم النهار كله يركضوا ويانا. استاذ احنا نعاني هنا ترى المدارس اللي بحي طارق مرحله واحده يعني صف اول فقط وكل صف 110. حاولنا نفتح الاختناق حتى لو خيمه ما يخالف هسه هاي مو ارض اخذتها التربيه نقبل بس يكون الاختناق من المدارس. يعني هذا اقبال المدارس ينقل 5 كيلوات على المدرسه بطل يبطلون اكثر. هسه انا هذول انا متاكد نصهم مبطلين المدرسه نصهم. مشاهدينا الكرام مثل ما استمعنا الى اراء المواطنين في منطقه حي طارق التي تعتبر من المناطق الاولى في التضحيه والشهداء والجرحى لكن من المناطق الاخيره التي تقع على عاتق اهتمام امانه بغداد. نتمنى من المسؤولين انه يلتفتون الى هاي الطبقه الكادحه. هم ما يريدون شيء مجرد مدارس فقط لاولادهم وفرز قطع الاراضي. مشاهدينا الكرام ومشاهدين برنامج ساعه حره انتظرونا يوم غد في منطقه جديده ومعاناه جديده. حتى ذلك الحين دمتم ودمنا في امان الله وحفظه.